والله كنا لغايه ما عجبك الجو بتاع عاشور الادهم؟ طبعا انا بقول لك انا كنت قاعد جنب المدام عندي، وبعدين قاعد عادي يعني قاعدين مع بعض وبتفرج على الماتش، فجاه رحت قايم، فتقول لي ايه ده خير، ده اللي بيلعب بالاتحاد وال الجيش. والجي وطلائع الجيش. قلت له ده اجمل هدف في الموسم مع اجمل اهداف انا شفتها في الموسم، وما فيش حد بيتكلم عنها. ده جول يعني عايز تاريخي اقول لك تاريخي، طبعا تاريخي والله. تاريخي، ده جول عالمي يعني، وجاي في وقت بقى قاتل، وقبليها حارس المرمى، هنتكلم عن اللي هو بسام، قبليها حارس المرمى وقع لوحده وعايز يضيع وقت عشان يخلص، لان هو كان بيلعب 10 وما لهوش اي لازمه، فريح لعيبه الاتحاد، خدوا نفس، هاجموا اكتر. يعني لو كان الماتش مشي كان الحكم مدي الثلاث دقايق والخمس دقايق وخلص. والاربع دقايق وخلصت، زي جول بتاع اليانج اللي لعب النادي الاهلي من غير اي مشكله. اول ما الحكم رفع 5 دقايق راح قعد 3 دقايق ونص بالظبط، وبيتحسب. قام جاي في الجول نفس الحكايه. بسام قبل الجول ده بثانيه كان قاعد بقاله دقيقتين قلع وتعبان ومش مفيش حد كان معاه خالص، وراله الشراب شاله وحطه، راح جه الجول في ثانيه. بس حضرتك بتقولي خلى ده لعيبه اجمل جون مع اجمل اهداف، ما تيجي تقول لنا كده اجمل اهداف ايه بص السنه دي؟ بقى ايه اللي عجبك عندنا السنه دي؟ طبعا انا الهدف ده، طبعا اول ما جه الهدف ده افتكرت هدف شيكابالا في انبي، هدف في انبي. شيكابالا العالمي اللي من من على ناحيه الخط، الشمال. زي فان باستن بالظبط، ماشي. ماشي. افتكرت هدف اوباما اما في مصر، ده هجيب هدف لك احنا يا بص منين سيدي، هدف ماشي يا عم شيكابالا. بص محمد. في هدف، في هدف اجمل من كده يعني، عاشور حلو الادهم قوي. وبعدين شيكابالا. ماشي. بص اهداف جميله جدا جدا جدا. طيب ايه كمان؟ هيتعدى انا هديهولك تاني. تاني عشان نشوف، بس نوري الساده المشاهدين عندنا مش في اوروبا، عندنا في مصر دي الاهداف دي. هدف عاشور الاصل ده يا جماعه صناعه مصريه، هدف شيكابالا صناعه مصريه. نشوفهم ما يتعادوا وبعدين نشوف الاهداف التانيه برضو صناعه مصريه، بس احنا ما بنركزش الضوء على لعيبتنا ولا على الصناعه المصريه يا ابراهيم. للاسف. عشان كده كل الكافيهات وكل الدنيا في، بص بقى الخط فين، بص شيكابالا ثبت نط واحده والتانية والتالتة والرابعة، بص فين حاجة يعني في البعيدة، واحد يقول لك رافعها لا ما تخشش كده. شيطة، لا لا متشاطر شيطة كابتن. لا قنبلة متشاطر. لا سلو متشاطر. في الجول.